بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأولى: قضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. هذه أول رسالة تطالعنا في حلقتنا اليوم، بعث بها المستمع يونس أحمد يونس من جمهورية السودان الديمقراطية. يقول: لدي أخ شقيق فقير لا يملك شيئا من المال، وفي نفس الوقت مريض، وأنا الذي أقوم بكفالته ورعايته، فهل يجوز لي إعطاءه زكاة مالي؟ وهل يجوز لي أن أصرف عليه للعلاج من مال الزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للجد أو الجدة من الأب أو الأم، علما بأنني أنا الذي أعولهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن أخيه الفقير وعن جده وجدته الفقيرين، وهو يقوم بالإنفاق عليهم لفقرهم وعجزهم. نعم. فنقول: هذا شيء أوجبه الله عليك، لأن نفقة القريب المحتاج تجب على قريبه الغني، ولا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة، لأن نفقتهم واجبة عليك في مالك، والزكاة لا تدفع وقاية عن النفقة. فهؤلاء الذين تنفق عليهم من أقاربك، أنت الآن تؤدي واجبا شرعيا أوجبه الله عليك، لأن هؤلاء فقراء وأنت تستطيع الإنفاق عليهم، فدفع الزكاة إليهم لا يجوز. نعم. سؤاله الثاني يقول: ما هي الحالات التي يعفى الإنسان فيها من أداء الصلاة بالكلية؟ لا يعفى أحد من أداء الصلاة بالكلية ما دام عقله ثابتا، لأنه يصلي على حسب حاله. المريض يصلي على حسب حاله، صلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ولا يعفى أحد من الصلاة إذا بلغ وكان عاقلا. أما إذا كان صغيرا دون البلوغ، أو كان مجنونا أو زائل العقل بالكلية، هذا يرتفع عنه التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. الحاصل أن الصلاة لا تسقط عن البالغ العاقل، عن المسلم البالغ العاقل، ما دام عقله ثابتا ولكنه يصلي على حسب حاله. نعم. إذن نستطيع أن نقول أنهما حالتان، هي حالة الصغر، والحالة الأخرى هي فقدان العقل. فقدان العقل، نعم. هذا طبعا بالنسبة هذا بدون استثناء حالات النساء طبعا المعفين منها شرعا، الحائض والنفساء. نعم. هذا شيء آخر، هؤلاء تسقط عنهن الصلاة مدة الحيض فقط. نعم. شيء عارض. نعم. هذه رسالة من السائل علي عبد الحميد من الأحساء المبرز، يقول: لقد حصلت خصومة بيني وبين أخت زوجتي، وعلى إثرها حلفت باليمين وقلت علي الطلاق، وتكوني محرمة علي مثل أمي وأختي. هذا الطلاق قلته لزوجتي بألا تكلمي أختك طولما أنا حي، وبعدها سافرت خارج البلاد، وقد علمت بأنه تم الصلح بينهما، ومع العلم لقد حلفت سابقا ورديت اليمين، يقصد أعتقد كفر عنها، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا أنك تذكر أنك طلقت وظاهرت من زوجتك ألا تكلم أختها، فإذا كان قصدك من هذا منع زوجتك من تكليم أختها، ولم تقصد الطلاق، لم تقصد إيقاع الطلاق، ولم تقصد الظهار، فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأن تكفر عن يمينك على الصحيح من قولي العلماء، وبهذا تنحل هذه الأيمان، والله تعالى أعلم. هذه رسالة من السائلة فاطمة أحمد فلمبان من مكة المكرمة، تقول في سؤالها الأول في رسالتها: إذا كان هناك جماعة من النساء في منزل واحد، فهل يجب أن تأمهن إحداهن في جميع الصلوات المفروضة؟ نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة وأن تصلي بهن إحداهن، ولكن لا تقف أمامهن، بل تكون في صفهن، إمامة النساء تقف في صفهن، ولا مانع من ذلك، في منتصف الصف، في وسط الصف. وسط الصف. نعم. لكن هي تقول: هل يجب، بمعنى أنه هل يلزمهن أن يصلين جماعة في كل فريضة؟ الوجوب لا يجب على النساء جماعة، الجماعة إنما تجب على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن جماعة، لكن لا يجوز لهن أو يستحب لهن أن يصلين جماعة، وأن تأمهن إحداهن، وكما ذكرنا يكون موقفها في صف النساء، يعني صلاتهن جماعة أفضل من صلاتهن فرادى، يرجى هذا إن شاء الله. نعم. سؤالها الآخر تقول: عندي
مبلغ من المال جمعته لبناء منزل، حيث أننا نسكن في منزل بالإيجار السنوي وليس لنا من يعولنا، فهل يجب علي الزكاة عن هذا المبلغ وكيف يتم إخراجها إن وجبت؟ نعم، إذا تجمع لديك دراهم وبلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، حتى ولو كنت تنوين أن تبني مسكنا أو أن تشتري بهن حاجة من الحوائج. ما دام أنها دراهم بلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول وهي في ملكك فإنها تجب فيها الزكاة. سؤالها الثالث تقول: هناك شخص لديه 3 قطع من الأراضي، قطعة منحت له وقطعة أخرى اشتراها ولكن سوف يتم بيعها ولا يدري كم مقدار ثمن بيعها، والثالثة قد عمل على بنائها، فهل يجب عليه دفع الزكاة عن هذه القطع الثلاث؟ أما القطع التي ينويها للتملك والعقار هذه لا زكاة فيها، التي سيبني عليها والأرض التي أبقاها بنية البناء ونية العقار. أما الأرض التي نوى بيعها هذه إذا باعها للفعل وحال الحول على قيمتها وهي عنده فإنه يزكيها. إنما لا تجب زكاته حتى يقبض ثمنها إذا باعها تم العقد. نعم، وحال الحول على قيمتها وجبت فيها الزكاة حتى ولو لم يقبضها، لأنه يملك القيمة بالعقد. نعم. سؤالها الأخير تقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات حيث أنهم صغار السن ووالدهم متوفى وليس هناك أي دخل يعيشون منه؟ الإخوة والأخوات الفقراء يجب نفقتهم على قريبهم الغني، فإذا كان كما ذكرت أنك غنية وأن إخوتك فقراء وليس لهم مال ولم يترك لهم والدهم مالا فإن نفقتهم تجب عليك، وبالتالي لا يجوز دفع الزكاة إليهم لأن الواجب أكثر من هذا وهو الإنفاق عليهم. هذه رسالة بعث بها السائل سعود ضيف الله الشراري من القريات إدارة المرور، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي 20 سنة، ميسور الحال والحمد لله، وأرغب في الزواج من ابنة خالي أو خالتي، ولكن فوجئت عندما قالت لي جدتي التي هي أم أمي بأنها أرضعتني مرات كثيرة عندما كانت والدتي مريضة، فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي أو ابنة خالتي؟ وهل يحرم على إخواني ما يحرم علي وهم لم يرضعوا من جدتهم، مع العلم بأنني لم أرضع مع نفس خالي أو خالتي الذين أرغب الزواج من بناتهم، بل رضعت مع شقيقتهم التي بينهم وبينها حوالي 3 إخوان وهم من نفس الأم أي أمي أمي ونفس الأبي أبي أمي. نعم، ما دام أنك رضعت من جدتك الرضاع المحرم هو 5 رضاعات في الحولين فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ببنت خالك أو بنت خالتك لأنك تكون عما لهم من الرضاع، وأيضا تكون تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك لأن الحكم ينتشر على الجميع، لأن جدتك أصبحت أما للجميع، أما لخالك وخالتك من النسب وأما لك من الرضاع، فتحرم عليك كل فروعها. أما بالنسبة لإخوانك الذين لم يرتضعوا فلا مانع أن يتزوجوا من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم ولا يسري عليهم حكم رضاعك أنت. هذه رسالة بعث بها المستمع محمد عاصم، سوري الجنسية، معار للجمهورية العربية اليمنية صنعاء، يقول: أنا معلم من القطر العربي السوري، معار في القطر اليمني الشقيق للتدريس، وعينت في منطقة يعم فيها مذهب مخالف لمذهبي الذي هو الشافعي، وفي هذه المنطقة التي أنا فيها يصلون العشاء بعد أذان المغرب بنصف ساعة فقط، وأنا في نفسي غير مقتنع بذلك، ولكني ناقشتهم في هذا الأمر فقال لي أحدهم بأن هناك حديثا يقول بأن صلاة العشاء بعد غياب الشفق الأحمر ويقدر الزمن بنصف ساعة فقط بعد أذان المغرب، فأصلي العشاء معهم جماعة، فهل يجوز هذا التصرف مني أم علي أن أذهب إلى البيت وأصلي العشاء بعد دخول وقته الحقيقي؟ وإذا كان لا يجوز أن أصلي معهم فما الحكم في صلواتي السابقة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. وقت العشاء الآخر يدخل في مغيب الشفق الأحمر كما جاء ذلك في الحديث. أما ما ذكرت من أنه بين المغرب والعشاء نصف ساعة هذا لا أتصوره إلا إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب، إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب عن ما بعد غروب الشمس إلى أن لا يبقى قبل مغيب الشفق الأحمر إلا نصف ساعة فإنها تصح الصلاة. المهم أنه إذا غاب الشفق الأحمر فإنه يحل وقت صلاة العشاء، فإذا صليتها
بعد مغيب الشفق الأحمر فهي في وقتها. أما صلاة المغرب فيدخل وقتها بمغيب الشمس، وقت غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. ولا أتصور أن يكون بين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر نصف ساعة فقط، إلا إذا كانوا يؤخرون صلاة المغرب عن أول وقتها إلى أن لا يبقى إلا نصف ساعة عن مغيب الشفق، فيكونون قد أخطأوا حيث أخروا صلاة المغرب عن أول وقتها، مع أن الأفضل أن تصلى في أول وقتها. نعم. لو فرض أنهم يصلون المغرب في وقته ولكنهم يصلون العشاء بعده بنصف ساعة كما يذكر، هو لا يمكن أن لا يكون بين غروب الشمس وغروب الشفق الأحمر إلا نصف ساعة. هو يقول إنهم يصلون المغرب العشاء بعد مغيب الشفق، بعد مغيب الشفق، وما دام كذلك فإنهم صلوها في وقتها، لكن يحتمل أنهم أخروا صلاة المغرب حتى لم يبقى بينها وبين العشاء إلا نصف ساعة، هذا الذي أتصوره. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: ما هي الطريقة الأفضل للاغتسال من الجنابة؟ الطريقة الأفضل للاغتسال من الجنابة هي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، أنه يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحث الماء على رأسه 3 حفيات مع تخليل شعر رأسه بأصابعه عليه الصلاة والسلام، ثم يفيض الماء على سائر جسده 3 مرات، هذا هو الأفضل والأكمل، ثم يغسل قدميه عليه الصلاة، يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام بعدما يفرغ من الاغتسال. هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النية طبعا تكون سرا، ينوي ثم يسمي. نعم. ثم يغسل كفيه 3، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، إلا أنه يؤخر غسل رجلين، ثم يغتسل سائر جسده، ثم يغسل رجليه. هذه نعم. صفة الاغتسال الكامل. نعم. متى عمم الماء على جميع بدنه فيجزئ ذلك؟ هذا المجزي. نعم. المجزي أن ينوي الحدثين، رفع الحدثين الأصغر والأكبر، ثم يفيض الماء على جسمه مرة واحدة، هذا مجزي. نعم. بارك الله فيك. هذه رسالة من السائلة سين ميم باء من الكويت، تقول: هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حراما وبذلك لا يجب تغطيته عن ذلك في سائر الأوقات وفي الحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها، لأن الأنظار أكثر ما تصوب إلى الوجه، لأنه مركز الجمال ومحل مدح الشعراء، أكثره في محاسن الوجه، فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه، من ذلك قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه. و لما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صفة ذلك غطى وجهه وأبدى عينا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها، وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكان إذا مر بين الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. المحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب، لأن الوجه هو مركز الجمال وهو محل النظر من الرجال، فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة، وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خير الجزاء. هذه رسالة من السائل أحمد محمد المزروعي من خليص، في سؤاله الأول يقول: أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ 4 أعوام والحمد لله، وهذا الشلل في النصف الأسفل من الجسم من بداية البطن إلى أسفل القدمين، ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة، وسؤالي هنا في الصلاة كيف أصلي؟ فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم به، خصوصا وهناك أجهزة معلقة بمجاري خارجية أقضي حاجتي عن طريقها وهي معلقة في جسمي،
وقد يخرج منها من دون إحساس أو شعور مني بذلك، وأنا الآن أصلي، فهل صلاتي بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله لك الشفاء والعافية مما أصابك. وأما ما سألت عنه من حكم صلاتك مع خروج الخارج من السبيلين وأنت لا تشعر به ولا تستطيع حبسه، فصلاتك صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا هو منتهى استطاعتك. ولكن عليك ألا تتوضأ إلا عند الصلاة، عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت تتوضأ ثم تصلي في الحال، وتنهي صلاتك ولو خرج منك الخارج، لأنك لا تستطيع أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا يسأل عن الوضوء، يقول من ناحية الوضوء للصلاة كيف يكون وضوء لها وأنا كما أسلفت الجزء الأكثر من الجسم مشلول، وإذا أردت الاغتسال يكون شاقا علي، وأكثر الأوقات ليس عندي من يحضر لي الماء أو يقوم بغسلي أو توضئتي، وأنا الآن أصلي كما أسلفت بدون وضوء، فأفتوني جزاكم الله كل خير، هل صلاتي صحيحة أم لا، وإلى ماذا ترشدوني؟ إذا كنت تستطيع الوضوء ولو بالإعانة فإنه يجب عليك أن تتوضأ، ولو أن تستعين بمن يحضر لك الماء ويصبه عليك على أعضائك. أما إذا كنت لا تستطيع هذا فيكفي أن تتيمم بالتراب، يعني يحضر عندك تراب طهور، فإذا حان الوقت وأردت أن تصلي وليس عندك من يعينك على الوضوء أو يأتي لك بماء فإنك تتيمم بهذا التراب وتصلي على حسب حالك، الله أعلم. إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء دون بعض فهل يلزمه غسلها مع التيمم؟ نعم، يغسل ما يستطيع ويتيمم عن الباقي، ويتيمم عن الباقي. إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء ويعجز عن غسل الباقي فإنه يغسل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي، بارك الله فيكم. أيضا له سؤال حول قراءة القرآن، يقول أحاول قضاء وقتي في قراءة القرآن الكريم ولكنني أتلعثم كثيرا في قراءته وعندي كثير من الأخطاء في القراءة، فهل علي إثم في ذلك؟ وأيضا أثناء قراءة القرآن والأحاديث والأدعية تخرج تلك الأجهزة المعلقة في جسمي لقضاء حاجتي عن طريقها، تخرج عن مكانها فأضطر لإعادتها بيدي، وبعد ذلك أحاول رفع المصحف الشريف أو تطبيقه، فهل أنا آثم بذلك؟ أما قراءة القرآن فإنك تقرأ القرآن على حسب حالك، ولكن إذا كان عندك خطأ في القراءة فإنه يجب عليك أن تعدلها وأن تطلب ممن هو أحفظ منك القراءة وأتقن أن يعدل لك القراءة وتتعلم عليه ما يلزم إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فإنك تقرأ على حسب استطاعتك ولو مع المشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فلا تترك القراءة، لكن مهما أمكنك أن تصلح أخطائك فإنه يجب عليك ذلك. أما من ناحية مس المصحف فلا يجوز لك مس المصحف وأنت على هذه الحالة التي تذكر أن الحدث يخرج باستمرار ومن غير شعور منك، لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر، ولكن عليك أن تتلقى القراءة من غيرك وأن تستمع إلى من يقرأ، أو تتخذ من الأشرطة المسجلة من القرآن والمصحف المرتل ما تسمع منه القرآن وتستفيد منه، هذا الذي أراه لك. أما مس المصحف فلا يجوز لك وأنت على هذه الحالة، ولكن لا بأس أن تقرأ من حفظ، تقرأ ما تحفظه من السور، ولا بأس أن تذكر الله عز وجل بأنواع الأذكار الواردة، ولا بأس أيضا أن تقرأ الأحاديث النبوية، إنما الذي يمنع هو مس المصحف بدون طهارة، وبإمكانك أن تستمع إلى قارئ ممن يحضر عندك أو أن تستمع إلى المصحف المسجل، والله تعالى أعلم. له سؤال أخير عن الصيام، يقول ماذا علي أن أفعل وأنا بهذه الحالة بالنسبة للصيام الواجب؟ الصيام لا علاقة له بخروج الحدث، أنت تصوم وصيامك صحيح ولو خرج منك الخارج، ما دام أن الصيام لا يشق عليك مشقة كبيرة، تستطيع الصيام والصبر عن الطعام والشراب، فإنه يجب عليك أن تصوم. وأما خروج الخارج والشلل وما ذكرت هذا لا يؤثر على الصيام. نعم،
هذه رسالة من السائلة رفاه عارف من العراق محافظة نينوى، تقول: علي صيام شهرين ونصف من رمضان ولا أستطيع أن أصوم لأنني مصابة بمرض المعدة، وقد استشرت طبيبا أخصائيا فقال لي لا ينبغي لك الصوم، فماذا علي مع هذه الحالة؟ أفيدوني، شكر الله لكم. إذا كنت لا تستطيعين الصيام لا أداء ولا قضاء بسبب مرض مزمن، قال الأطباء إنه يتعذر معه الصوم أو يشق معه الصوم مشقة غير متحملة أو يضاعف المرض ويزيد فيه، فإنك يجب عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي هذا عن الصيام. فإن شفاك الله بعد ذلك وقدرتي فإنك تقضين ما فات، وإن استمر هذا فإنه يكفي الإطعام، أن تطعمي عن كل يوم مسكينا ومقداره نصف صاع من البر أو غيره بعدد الأيام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عين ألف جيم من السودان، يقول: أنا شاب أريد أن أتزوج، وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا فأخبرت والدي وأمي بذلك فرفض هذا الزواج، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة، ولكن والدتي قالت لي: إذا تزوجت هذه الفتاة لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا تواصلنا أبدا، وكذلك بقية إخواني ووالدي كذلك رفضوا، وأنا لا أدري لما رفضوا زواجي ومنها، فلم يظهر لي منها ما يمنع، وأنا على إصرار شديد، فهل علي إثم إن تزوجتها أو يعتبر هذا عقوقا وعصيانا لوالدي؟ أفيدوني، ماذا أفعل؟ أتزوجها أم أتركها؟ ما دام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على منع التزوج من هذه الفتاة فإنه لا ينبغي لك أن تتزوجها، لأنهم يعلمون منها ما لا تعلم، وهم من أنصح الناس لك وأرفق الناس بك، فلولا أنهم يعلمون منها شيئا لا يناسب لما منعوك من زواجها، خصوصا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما، فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة، وقد حذروك منها ونصحوك الامتناع من الزواج بها، والنساء كثير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فطاعة والديك وإخوانك هذا خير لك من ناحية، والناحية الثانية أنهم أنصحوا لك من غيرهم، فربما أنهم يعلمون من هذه المرأة ما لا تعلمه من الخصال التي لا تتناسب ولا ينبغي أن تتزوجها، فإن النساء كثير وطاعة الوالدين والإخوة فيها الخير إن شاء الله. هذه رسالة من المستمع خ ميم عين شادي الجنسية مقيم بليبيا، يقول: ذهبت إلى إحدى الدول الأوروبية وكان الوقت آنذاك في شدة البرودة، ولأنني لم أحصل على تأشيرة دخول لتلك الدولة حجزت في المطار لمدة 6 أيام من قبل سلطات تلك الدولة، ولكن خلال تلك الأيام الستة لم أكن أصلي نظرا لبرودة الجو وبالتالي برودة الماء الشديدة وعدم توفر الصعيد الطاهر للتيمم منه، وبقيت حتى رجعت إلى البلد ثم قمت بقضاء جميع ما فاتني من صلوات خلال تلك الأيام، فهل علي إثم في فعل هذا؟ وماذا كان يجب علي أن أفعل؟ أفيدوني، وفقكم الله. أخطأت في تركك الصلوات في هذه الفترة التي ذكرتها، لأن المسلم لا يجوز له أن يترك الصلاة، ولكنه يصلي على حسب حاله، فإذا قدرت أن تتوضأ بالماء وجب عليك ذلك، وإذا كنت لا تقدر على الوضوء بالماء لعدمه أو لما ذكرت من شدة البرودة غير المحتملة وليس عندك ما تسخنه به، فإنه يجب عليك أن تتيمم بالتراب وتصلي، وإذا لم يكن عندك تراب فإنك تصلي على حسب حالك ولو بدون ماء وبدون تراب. قولي